السلام الله عليكم، صافا عليكم، نتمنى من الله الفيديو يلقاكم بألف خير. اليوم غندوي على واحد الفيزا ديال اوكرانيا، بحكم اوكرانيا حاليا راه يعني عندهم بقى عندهم مشاكل ديال الحرب مع روسيا، والاغلبيه ديال الاوكراني كيمشيو غير طلبه المغاربه، قليل اللي كيمشي فيزا سياحه لدوله اوكرانيا، حيت شنقول لك اغلبيه اللي كيمشيو تما اغلبيه كيقراو الطب او كيقراو الهندسه او كيقراو يعني مجالات كثيره، قليل اللي كيمشي فيزا سياحه لاوكرانيا. اوكرانيا كتواجد في يعني في دول البلقان، يعني في اوروبا الشرقيه، يعني كتواجد ما بين رومانيا، يعني كتواجد ما بين رومانيا والوسط ديال روسيا. نتمنى من الله يعني تقال الاوضاع عندهم وتولي بخير وعلى خير. حاليا راه كاينين مغاربه دراري كيقراو تما في اوكرانيا، وكاينين يعني دراري حتى هما خدامين دوله اوكرانيا، يعني مجوجين تما وخدامين تمايا، وكلهم استقرنيت في اوكرانيا. بالنسبه للوثائق الاخوان، راه عندهم وثائق بزاف باش كدفع الفيزا ديال اوكرانيا، انا غنقولهم لكم يعني ديجا انا كاتبهم، يعني ما بغيت نكتبهم باش نقولهم لكم، وديجا انت دير واحد الورقه وسيرو، حيت هاد الفيزا ديال اوكرانيا ما عندي عليها درايه، حيت الوثائق فيها بزاف، حيت فيها اغلبيه تيسلتو من هاد الدراري لدوله اوروبيه، يعني كيطلعوا لدوله الغربيه. المهم الوثائق اللي كتطلب دوله اوكرانيا هما الاوراق المطلوبه لاستخراج فيزا اوكرانيا. شنو هما؟ كطلب واحد نموذج ديال طلب تاشيره، يعني نموذج ديال طلب تاشيره مكتمل وموقع، يعني ضروري واحد نموذج راه كتصوبوا كتخرجوا من السيت ديالهم، وكت يعني كتخرجوا وكتخلص عليه واحد المبلغ قليل مكتمل، يعني موقع، يعني خاص يكون ديجا مجليزي ومقاد. كاين عاوتاني جواز السفر، جواز السفر راه معروف، يعني جواز السفر كيطلبوه كاع الفيزات كاملين، يعني جواز السفر، يعني تصور جواز السفر ما تكونش يعني المده ديالو واحد 6 شهور تقريبا، يكون باقي عنده واحد 6 شهور، ما يكونش يعني قريب يسالي. الورقه الرابعه، الورقه يعني الثالثه قلنا جواز السفر، ورقه الرابعه صورتين، يعني صورتين شخصيتين حديثين، يعني صوره، يعني تمشي عند اي مصور قول لي فوالا بغيت نتصور واحد الصوره بغا ندفعها مع الفيزا، هو راه غادي يصورك حديث يعني بيضاء. وكاينه نسخه من التاشيره السابقه، يعني بحالاش، يعني ديجا انت دخلتي لاوكرانيا او دخلتي شي دوله اخرى وديجا انت عندك باسبور. علاش انا تنقول لك ملي كيكون عندك الباسبور في الفيزات مطبوعه بزاف، راه كتساعدك كيساعدك الباسبور باش كتدخل اي دوله بغيتي، حيت يقول لك هذا السيد ديجا داخل دول بزاف، يعني يمكن ليا نعطيه. بحال دابا انا عندي دوله امارات، عندي دوله تركيا، عندي يعني داخل شي دول اللي كنساعد راسي باش كندخل، فهمتوني؟ خصوصا اللي كانت اللي كنتي باصم في دوله اسيا. وكاين عاوتاني واحد الشرح كامل لمسار الرحله، فوالا واحد الورقه تيخرجها لك حتى هي كتامبريما السيبير، يعني كتكون عندك واحد الدرايه واحد الدراسه عامه، الرحله اللي غتمشي ليها والوطيل اللي غادي تمشي ليه وفين غادي تقطع، يعني وشنو هو غادي دير. وكاين جواب جهه العمل بوضع شنو هو هذا، هادي ما هادي ورقه ماشي ضروريه، يعني خاص يكونوا عندك هاد الوريقات اللي قلت لكم صافي. هادي اخر ورقه اللي كيطلبوا، نعاودوا نقول الاخوان الوراق باش يفهموني مزيان. اول حاجه خاصك نموذج يعني طلب تاشيره، هذا النموذج راه ديجا شرحته، ولا مشيتي عند الناس اللي مكلفه يعني بهاد الاوراق ديال الفيزا وهاداك الشيء، راه غادي يشرحوك يعطوك هاد النموذج هادي. اول حاجه الاوراق لاستخراج الفيزا، اول حاجه هما الاوراق ملي كتوجدهم، ثاني حاجه كتجيبوا لنا واحد النموذج كما قلت دابايا، ثالث حاجه هو السفر، رابع حاجه صورتين شخصيتين يعني كما شرحت يكونوا بيضاء، خامس حاجه نسخه من التاشيره السابقه، يعني ديجا عندك تاشيره ديجا طابعه، سادس حاجه شرح كامل للمسار الرحله، يعني يعني كدير لهم واحد النموذج بان الرحله فين غتمشي وفين غادي تدخل. وكاين جواب جهات العمل، هادي ما عندكم ما ديروها، يعني كاين نسل الحوايج فقط، هادو هما اللي كاينين. الا ما فهمتيهمش عاود فيديو غير تفهم مزيان، او دير واحد الورقه وقيد مزيان.
كاين واحد ورقه اخرى الا بغيتي دير انت بغيتي ديرها هذيك راه ماشي مشكل، هذيك ديال التامين الصحي راسورانس كتامن على راسك بانك تدخل دوله اوكرانيا، هذيك راسورانس بحال كتعاودك لا قدر الله وقعت لك شي حاجه في دوله اوكرانيا كتحميك من راسورانس. وكاين اوتيل عاوتاني كتقطع الاوتيل يعني شي فندق كتقطع كديها معك وصرف العمله، ولا شي واحد مصيفط لك طلب زياره لعندو دوله اوكرانيا فقط، هادشي اللي كاين. وخاصك واحد يعني كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه ديجا خاص يكون عندك كارت فيزا يعني دوليه، يعني واحد فيزا كتخدم بها دوليه العالم كامل، يعني بلا ما تخدم بالفلوس كتخدم بهذيك الفيزا فقط، يعني كتنفعك في المطار، كتنفعك بغيتي تكري شي طوموبيل، او كتنفعك بغيتي تيري شي حاجه الفلوس، كتنفعك عاوتاني يعني بغيتي تقدا شي حاجه كما قلت سوبر مارشي كتنفعك بزاف هذيك التذكره ديال الفيزا، يعني كارت ديشي بحال هذه تقريبا بحال هذه، خاصها تكون غير دوليه. اغلبيه كيدير التجاري وفابونك او السياج، يعني السياج اللي معروفه دوليه فقط، هادشي اللي كاين هما هادو الوثائق اللي كاين ديال السفر الى دوله اوكرانيا. نتلاقاو ان شاء الله في دوله جديده او فيزا جديده ان شاء الله، وشكرا على الدعم ديالكم وبالتوفيق للجميع.